ليش معرض يا رب؟ بس كيف غيري مش غير انت تاني مش غير لا لا مش غيري او انت تاني مش غيري بس اوضح ما بعرف اقرا كات انت تاني مش غيري خد مكاني مش بعدني وسواني طب ليه دلوقتي لا 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 اوكي عم تعمل غير شيء انت تاني مش غيري خد مكاني مش بعدني وسواني طب ليه دلوقتي رجعني لا 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 ما بعدنا 3 4 انت تاني مش غيري خد مكاني مش بعدني وسواني قبلي دلوقتي رجعتني ده اللي باقي وغدران اللي ناقص كان سنن وخالي كان حد قال لك حنيلي كان حد قال لك حنيلي نفس الحرف يلا ميلاد لا هو اسمع بهالوقت ستيلك مش انا هو ليك بميلاد تحسين عنا الا رحمة ستيلي مو كل واحد يجرب يشيل غنية عنه بنزق فيها استعرفوا انا كل ما بقول رامي بلا قرقرة انا بقولش عرضك حبيبي لا عندك هلا هلا الوقت المناسب للغزل تعود هون انا ما خصني ما قلت له قلت له شنك بنغالي عارف بوري نغني فوق لا عندك خليك ما في بعد مثل ما انا مصلحها من الان شغل مقطع خلينا نسمع بامر عيونك انا
قصدي شيء حبي عبالك كفايه انا ما عندي مشكله ما بقى طبي وقت فكرتي اوكي لا اكيد انا ما عاد اتطوع اكتب شيء ولا احكي مع استاذ باكستيج انا وياك بس هاي فهاي فاكيد أنا يلا أسمع لا عندك خليك أنا وقلبي حلفنا عليك ليوك خليني أقوم سوري صوتي تعبان مريم لا عندك خليك انا وقلبي حلفنا عليك ليمكن تاني نرجع عليك يعني خلاص ما تلزمناش كان حلم وخدني قضتنا قضتلى علي وجبت وقتي ومستنين اقولك ايه يلا يا سيدي ما تدوشناش طبعا لا عندك خليك انا وقلبي حلفنا لا يمكن تاني نرجع ليك يعني خلاص ما تلزمناش كان حلم وخدني قضت ليالي وجبت وقتي ومستنين اقول لك ايه يلا يا سيدي ما تدوشناش رحمه بس بعد لا عندك خليك انا وقلبي حلفنا عليك لا عندك خليك انا وقلبي حلفنا عليك لا يمكن تاني نرجع عليك يعني ما خلاص ما تلزمناش كان حلمي وخدني قضتنا علي وجبت وقتي مستني اقول لك ايه يلا يا سيدي ما تدوشناش زين لا عندك خليك انا وقلبي حلفنا عليك لا يمكن تاني نرجع عليك يعني لا يعني خلاص ما تلزمناش كان حلمي وخدني قضت لعلي وجبت وقتي مستني اقول لك ايه يلا يا سيدي ما تدوشناش بيرال لا لا عندك خليك انا وقلبي حلفنا عليك لا يمكن تاني نرجع عليك يعني خلاص ما تلزمناش كان حلم وخدني قضت لعلي وجبت وقتي ومستنين اقول لك ايه يلا يا سيدي ما تدوشناش ما بعدنا طلعي يعني لا عندك خليك انا وقلبي حلفنا عليك لا يمكن تاني نرجع عليك يعني خلاص ما تلزمناش كان حلم وخدني قضت لعلي وجبت وقتي ومستني اقول لك ايه يلا يا سيدي ما تدوشناش فاينلي ها يعني جملة على ذات المقام كل الوقت وليك وقت ده صعب كثير صعبة ونفس وكثير كلام أول مرة أشوف أغنية فيها كلام هواية رابع يقول سبع شعرات كمان أجربها لحالك لا أيوة اوكي مظبوط بس انا سمعت شيء بس الهيئه مظبوط يعني مش بامال يعني مش ما بامال لا عندك
سافا سي بيان لا تري بيان لا تري بيان تري بيان ما بعدنا طلاه حطوا له ميك اب وجهه كلمان حياتي حطوا لكم ميك اب يلا تقبريني روحي تصوير في فوتوشوب هاي فون حطي ميك اب ايه وركب خلي له ركب خليه يحط اكستنشن بعد الساعه 9 ادوني ميمي ها ما حب يسعدني بس خلي بليز بجرب هذا بس شيل السكسوكي بس خليه نشيل هذه